عودة العشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة ثانية. طبعا في الفقرة دي عندنا كلام كتير هنتكلم فيه متعلق بالدوريات الأوروبية المختلفة، وطبعا دوري أبطال أوروبا بمفاجآته بمفاجآت القرعة، طبعا كلام كتير هنتكلم فيه وفي كل تفاصيله مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة الأستاذة منة عمر الناقدة الرياضية. يا صباح الفل عليك يا منة، منورانا. صباح النور عليك يا كريم، ربنا يخليك. صباح الهنا عليك يا منة، بجد منورانا كالعادة. وانتوا طيبين. وانت طيبة وبخير يا رب. يا رب. بصي بقى، خلينا نبدا بارسنال، لان امبارح الماتش رائع وتالق ارسنال ما زال مستمر. الناس كانت بتراهن على ان ارسنال لا ربما في الماتشات اللي بعد كده هيبقى في تذبذب، لكن واضح ان بالعكس، والفارق ما بينه وبين مان سيتي دلوقتي بقى كبير جدا. فخلينا نبدا بالماتش امبارح. ايه مش كبير قوي يعني، بس لسه في برضه، لا لسه يا عمال شويه جاب تزيد يعني. لا كنا متوقعين ان مان سيتي هيقلل الجاب لكن ما حصلش. دي حقيقه. هو الفارق ما بينهم دلوقتي 8 نقاط بالظبط. 8 نقط بس، ارسنال لعب مباراه ازيد فلعب 28 وسيتي لعب 27، واجمالا يعني هو فاضل له 10 جولات فالامور قربت فعلا. ارسنال يستحق الموسم ده انه ينهي وهو رافع كاس بريمير ليج مع ارتيتا. طول الموسم الحقيقه مقدمين شغل رائع جدا، مستوى ثابت جدا، اللعيبه فرقت بدنيا وفنيا من اول مباراه لعبوها في الدوري لمباراه امبارح. شايفين الفارق الكبير سواء بدنيا سواء فنيا للعيبه، لخطه ارسنال نفسها، روح اللعيبه كمان بقت تظهر جدا في المباريات اللي هي ممكن نقول عليها تقيله شويه، او اللي البعض كان منتظر ان ارسنال ممكن يتهز فيها او ان هو يقع فيها، لا عادي جدا ممكن يستقبل هدف ويرجع بعد كده في المباراه ويكسب. فلا، وضع ارسنال السنه دي الحقيقه استثنائي ويستحق الحقيقه 100%، مع ان انا بشجع مانشستر سيتي بس هو يستحق. مش فايده فيكي عكسي على طول. لا حقيقه، ما لما نسالك على برشلونه وريال مدريد هنعمل ايه؟ لا مش مستنيه. الماتش الثاني بقى كلاسيكو الارض، انا مستنيه السؤال اللي مش ده، مستنيه السؤال عن رونالدو. ده لسه تاني صح؟ مستنيه ده. احكي لنا بقى الماتش الثاني، شفتيه ازاي وكلاسيكو الارض زي ما بيسموه؟ برضه كانت مباراه كانت ممتعه جدا 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 يا كريم، وممتازه كمان من كلا الفريقين. اداء الفريقين، انت قاعد بتتفرج على مستمتع وانت بتتفرج، حتى لو انت بتشجع ريال مدريد او انت بتشجع برشلونه. برشلونه استقبل في الاول هدف برغم ان هو هدف عكسي يعني، بس انت برضو قاعد بتتفرج وانت مبسوط بالمباراه. كمشجع نفسك فريقك يكسب، بس اجمالا انت قاعد بتتفرج على كوره جميله، بتتفرج على كوره ممتعه، بتشوف كمان عايز اقول ايه، المباريات الفرديه ما بين اللعيبه، سواء كانت مثلا معركه وسط الملعب، دي كانت معركه كانت ممتازه جدا، تفوق الحقيقه تفوق فيها ريال مدريد في بعض اوقات المباراه. شفنا التغييرات كمان بتاعت انشيلوتي، تقريبا هو يعني غير عناصر كتير جدا في المباراة، يعني في محاولة ان هو يحسم النتيجة لصالحه، لكن هو طبعا لم يوفق في ده يعني. برشلونة قدر ان هو يحسم النتيجة على الرغم ان هو اتأخر بهدف، قدر ان هو يتعادل، قدر ان هو ينهي المباراة بنتيجة 2-1. وطبعا خدمه كمان انه هدف اسينسيو اتحسب اوفسايد، يعني لانه هو كمان كان جه في توقيت كان قاتل جدا يعني، الدقيقه كانت حاجه و80 فكانت خلاص تعتبر المباراه كانت منتهيه يعني. فالحقيقه ان كمان برشلونه مع تشافي السيزون ده محليا، مش هنتكلم اوروبيا، محليا لا برضه هو بيقدم موسم استثنائي. اوروبيا مش قوي لسه، وهو كان تشافي اصلا اعترف، مش الخروج السنه دي، كان الخروج السيزون اللي فات، كان اعترف ان هو لسه خبرات برشلونه في اوروبا لسه مش كبير. هو بيعتبر ان هو بالفريق بتاعه، الكلام ده منطقي. بالفريق بتاعه انت بتبني من زاويه عدد مرات المشاركه ولا من لا 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 على برشلونة. لا انت بتكون فريق جديد من اول وجديد يا كريم. برشلونة بعد كابوا برضه بالظبط، برشلونه بيكون فريق من الصفر، انت العناصر اللي باقيه لك او اللي من الجيل الذهبي معدوده.
يكاد يكون اللي فاضل مين فيهم، اثنين مثلا ثلاثة بالكثير. بوسكيتس مثلا من الفاضلين. فعدد اللعيبه اللي في الفريق دلوقتي معظمهم شباب او اغلبهم كمان شباب، فانت بتكون فريق من اول وجديد. لو هتيجي تقارن مثلا فريق برشلونه، مش هقول بريال مدريد، لو هتقارن مثلا برشلونه مع اتلتيكو مدريد، لا هتلاقي فريق اتلتيكو مدريد اتقل. فده ملهاش دعوه بالاسم، انت بتتكلم دلوقتي على بناء فريق على واقع بالظبط، بتتكلم ان هو تشافي جايب مشروع جديد وهو بيبنيه، فطبعا هيحتاج ان هو وقت. فهو بدا اوكي محليا، ان شاء الله ينهوا الموسم بالتتويج، والفرق دلوقتي بقى 12 نقطه. اه طبعا كل شيء وارد، بس يعني انت بتتكلم ان برشلونه على اعتاب ان شاء الله التتويج بلقب الليجا. اه بالظبط السيزون ده، لكن اوربان احنا كنا بنشوف الوضع كان مختلف تماما يعني. بالظبط كده، ولو انه ان شاء الله يعني في السنوات القادمه اعتقد انه ان شاء الله هيتحسن يعني. بس ايه عوده ريال مدريد في الدوري الاسباني؟ مش بفهم دي يعني. لا من ناحية ايه؟ من ناحية ان هو بيبقى متألق في البطولات التانية، بيجي في الدوري الاسباني ليس الافضل. هو مش يعني احنا ما كناش شايفين ده السيزون اللي فات. السيزون اللي فات هو كان بطل الليجا وبطل دوري ابطال اوروبا. كانت مرة برضه هو هيقع منه السنة دي الليجا بس يعني. بس وحصلت قبل كده برضه. وحصلت بالظبط، وحصلت قبل كده. بس هو ولا هو قدام برشلونة تحديدا؟ لا لا مش قدام برشلونة تحديدا، ولكن هو ريال مدريد شاف نفسه ابتعد عن المنافسة في الليجا من بدري، فركز اكتر. فهو مركز اكتر في دوري ابطال أوكي. دوري ابطال اوروبا. لذلك احنا بنشوف شكلين مختلفين، ريال مدريد في الدوري الاسباني شكل، والدوري الاسباني بالظبط كده. ما هو على ذكر دوري الابطال، شفت ازاي الحدث اللي كان هو الاهم الفتره الاخيره، فكره القرعه، قرعه دور ربع النهائي من الدوري. انا كنت بعيط يا كريم. ايه بقى؟ لا طبعا قرعه ناريه جدا 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 جدا. مواجهتين طبعا، ريال مدريد مع تشيلسي، وبايرن مع مانشستر سيتي. طبعا مباراتين هيبقوا مثيرتين بشكل كبير جدا. نابولي خدموا الحظ ان هو هيلاعب ميلان، ولو ان الحظ مش هيخدم غير المجتهدين. نابولي كمان السيزون ده مع سباليتي فريق مميز جدا جدا، فريق رائع جدا 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 بالظبط. لا كمان الفريق قوي، فريق تخاف منه. لا انا مش عايزه العب نابولي يعني. اي فرقه من الفرق الكبيره قبل القرعه، زي ما كان نابولي الان ان هو يلاعب ريال مدريد او سيتي او بايرن، كان العكس موجود. كان ما كانش حد عايز يصطدم بنابولي، لان نابولي السنه دي او السيزون ده مع سباليتي لا مختلف تماما. عنده مجموعه من اللعيبه مميزين جدا جدا جدا، سواء في الهجوم سواء في الدفاع. طبعا كفاراتسخيليا مش يعني لو هنتكلم عليه ده عايز له حلقه كامله. فيكتور اوسمين كمان رائع جدا. فلا هو عنده عناصر قدر ان هو كمان يديها دوافع كبيره جدا. خدمه بقى كمان اللي حصل مع يوفي، ختموا تراجع اداء انتر وميلان. فهو ده هو متصدر الدوري، هو خلاص على اعتاب ان شاء الله التتويج يعني. الفرق بقى كبير قوي 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 مع لاتسيو اللي هو في المركز الثاني حاليا يعني. عامه الكره الايطاليه بقى الموسم ده انا حاسه ان هي متالقه جدا، رجعت مره ثانيه. دي حقيقه، عشان كمان عشان انت كنتي معتاده انه المنافسه، ومن السيزون اللي فات كمان يا نهاوند يعني شويه بالظبط كده بدايتها كانت بالظبط كمان الابتعاد اليوفي على اساس ان هو كان هو دايما هو اللي حاسم الدوري الاسباني او سوري الدوري الايطالي. كان هو اللي بيبقى مرشح اول يعني. طبعا مع الدروبس اللي حصلت لليوفي، سواء تراجع النتائج سواء خصم نقاط سواء الحاجات اللي حصلت ليه من اول السيزون، فبقى هو مبتعد جدا عن المنافسه يعني. طيب لو رحنا لليفربول، وليفربول الاداء اللي احنا شايفينه ده اداء متراجع جدا، وناس بتتكلم ان هو ربما مش هيكون من التوب فور. فهل التراجع وهل عدم المشاركه هتكون من فتره طويله جدا طبعا في دوري الابطال، بتشوفيها دي هتاثر ازاي على الفريق وعلى كمان محمد صلاح؟ ده مهم قوي. هو ليفربول تقريبا دلوقتي في المركز السادس، بس هو مش بعيد ان هو يبقى في يقدر يعني. ان هو يقدر على الاقل لو مش دوري ابطال اوروبا ممكن يشارك في المرحله، مش بعيده قوي، كان في مركز ال11 وال12. الفترة الأخيرة أو ما قبل مواجهة ريال مدريد العودة، أو بالتحديد كمان ماتش مانشستر يونايتد، وقتها ليفربول كان
احنا شفنا فريق تاني خالص، شفنا انسجام غير طبيعي مع ما بين صلاح، ما بين جاكبو، ما بين نونيز. الثلاثه كان في انسجام ما بينهم جدا جدا في المباريات الاخيره، او خصوصا وتحديدا في مباراه مانشستر يونايتد، من احلى المباريات اللي لعبها ليفربول السيزون ده، وطبعا مع النتيجه الثقيله يعني اللي هو قدر ان هو يسجلها. فدي من امتع مباريات ليفربول السنه دي. فوجئنا ان المباراه اللي بعدها هو بيخسر قدام كامبورنموث تقريبا. فهي مشكله، هي بالظبط هي دي مشكله ليفربول من اول السيزون، التذبذب، مفيش ثبات في النتائج، مفيش ثبات، حتى اللعيبه مستواها مش ثابت. لسه الفريق كله ما تناغمش مع بعضه بشكل كامل 100% زي ما كنا بنشوف ليفربول قبل كده. فده طبعا ظهر في النتائج واثر عليها بشكل كبير. يعني ده برضو ساعد بشكل او باخر في ان الكلام يقل نسبيا على فكره احتماليه رحيل محمد صلاح عن الفريق الفتره الجايه، يعني حتى قبل انتهاء عقده. هو اصلا ما فيش الكلام ده بتهيألي، هو كان في وقت من الوقت في كلام. وحصل اليومين دول برضو فوجئنا ببعض التصريحات او بعض الشائعات اللي بتقول انه وارد جدا انه صلاح هيرحل عن ليفربول، بس لقينا وكيله طبعا الكولومبي رامي عباس كان كتب تويت كده وقال، يعني عمل ريتويت لخبر يعني حد كان رامي كتبه. ورامي عباس كولومبي؟ ده متجنس يعني. هو مع جنسيتين، كولومبي وحاجه. رامي عباس كولومبي هتغسل صح؟ فكان كتب تويت كده وقال انه يعني قول لنا انت جايب الكلام ده منين، انا ما اتكلمتش فيه، صلاح ما اتكلمش فيه. يعني ليفربول مش بفهمها، يعني هو مش مربوط بلاعب، ولا كان مربوط بساديو ماني، ولا كان مربوط بلاعب معين، من باب اولى يتم محاسبته مثلا يورجن كلوب صح؟ دي نقطة مهمة جدا. الدوري الفرنسي برضو لو اتكلمنا، احنا بصي هناخد جولة سريعة يعني. ماشي، تاني هنرجع نقول باريس سان جيرمان دايما بيحسم الأمر في الدوري الفرنسي، ان برضو التنافسية مش شديدة ولا كبيرة، ولا الجاب أصلا قليل. طيب بالنسبة لميسي، لان برضو زي ما كريم اتكلم عن محمد صلاح ان في رومرز برضو، ولو ان برضو انا مش حاسة ان دي حقيقية، لكن برضو رومرز ان ميسي هيكمل مع باريس سان جيرمان بما ان هو بيحصل على الدوري والنتائج بتاعته كويسة. بتشوفي ده برضو صح؟ هو وضع ميسي حاليا في باريس مش افضل حاجة، خصوصا انه لسه هم اتغلبوا مباراه امبارح، وشفنا رد فعل ميسي وهو خارج من المباراه وهو متضايق جدا. جماهير باريس سان جيرمان كانت اطلقت صافرات استهجان على مباراه، يعني برضو لا مش مباراه واحده، يعني انت حصلت قبل كده اطلقوا صافرات استهجان على ميسي. دي طبعا يعني بتاعت امبارح كانت عشان بعد الخروج من دوري ابطال اوروبا يعني، والهزيمه على يد بايرن ميونخ. ما هي متوقعه، بس يعني هو متوقع، احنا بنشوف ان هو متوقع. هو انا دلوقتي فريق عندي فيه كميه النجوم دي بالزبط. انا مش ده الغريب بالظبط، انا مش جايبه عشان اخرج من دور ال 16 او اخرج من دور ربع النهائي، لا انا جايبه، ومش عشان اوصل فاينل، انا جايبه عشان اخد البطوله. فبالنسبه لهم ان ده بيحصل كل سنه، فده طبعا يعني بيحبط طموحاتهم. يعني انا لما فريق سعيد بكل الطرق وعملت عقد تاريخي وخيالي لميسي عشان يبقى عندي في الفريق، فانا جايبه مش جايبه علشان يعني انا اسفه اتمنظر بيه، يعني لا انا جايبه عشان اجيب بيه بطولات. انا اوريدي باخد الكاس، باخد الدوري الفرنسي، انا ناقصني ايه؟ ناقصني دوري ابطال اوروبا. فهو اصلا مشروع باريس كله يعني كله بيتكون علشان فكره بالظبط لقب دوري ابطال اوروبا يعني. ولم يحقق لحد الان اكيد. فوضع ميسي مع باريس، لا ممكن هو لحد دلوقتي هو ما جددش عقده، احنا كنا بنتكلم في تجديد عقد ميسي اصلا انه هيتم بعد كاس العالم. فاحنا عدينا كاس العالم بقى لنا 3 شهور اهو، كان اتقال ان هو كان هيحصل مفاوضات ما بينه وما بين اداره باريس بعد المونديال علشان تجديد العقد، وان الامر يتحسم. لحد دلوقتي ما حصلش، فواضح ان في وده الوقت اللي ابتدى يطلع فيه كلام على احتماليه رحيله عن باريس سان جيرمان وانضمامه للدوري السعودي على قرار. دي حقيقة، والمره دي مش هقول لا صعب تحصل طبعا لان لا ما فيش حاجه طبعا، ما توقعش ميسي يروح يعمل نفس تجربه كريستيانو لاسباب كتير. بس احنا قلنا
نفس الجملتين دول قبل رونالدو. لا على فكره لا لا انا كنت شايفه ان بالعكس، انا قلت كان ممكن جدا يروح بالعكس، بس ميسي مش نفس منتاليتي كريستيانو رونالدو، في فارق ما بينهم كبير جدا. انا بشوف ان ميسي لا ينظر شويه للجانب المادي او لفكره ان انا انهي نهايه تليق بتاريخي او ببدايتي، لان اوريدي ميسي حد هذه اللحظه هو متالق، فهو مش محتاج يروح يعمل ده في مكان او دوري اقل مستوى بكتير مقارنه باوروبا. انا بشوف ان هو عايز ينهي في مكان قوي برضه او كمستوى اللعب فيه اقوى، بلس ان هو اوريدي عنده حمله دعائيه كبيره جدا هتبدا تقريبا شهر 5 الجاي في السعوديه. ده اللي كان سبب الناس قعدت تقول بابا هناك بالزبط. عشان يمضي لا بابا بالزبط. هناك لازم، ده كان سبب تواجده هناك لان هو برضه الشيكات الحاضره اللي انا هقول يعني الكلام بيختلف. انا ما بخبيش عليك هي برضه الكلام بيختلف ساعتها يعني. ودايما البحر يحب الزياده زي ما بيقول بالظبط. فلا فكل شيء وارد، هو ممكن كل شيء وارد، القدم فعلا مفيش حاجه وارد. وبعدين السعوديه دلوقتي، انا اسفه يا كريم، السعوديه دلوقتي كمان بتمهد لاستضافتها لمحاوله استضافتها لكاس العالم. حتى بعد انضمام رونالدو احنا سمعنا كلام انه على مفاوضات مع مودريتش، سمعنا كلام مفاوضات مع زاهة. لا هم بقوا ينظروا مش للافارقه دلوقتي مثلا او للاسيويين، لا هم بينظروا دلوقتي لاوروبا. يعني هم بيحاولوا يستقطبوا نجوم اوروبا دلوقتي ان هم يبقوا متواجدين في الدوري السعودي. لو جينا اصلا نقارن متابعات الناس للدوري السعودي قبل وبعد رونالدو حاجات الدوري السعودي عموما كمان مش النصر بس طبعا. بس دي لغه راس المال اللي دايما كريم بيتكلم عنها، اللي هي فكره راس المال في الرياضه، اللي هي ربما بتنجح في بعض الامثله والامثله الاخرى بتبقى بالعكس، بتيجي بنتيجه عكسيه. فهل دي تجربه هتبقى ناجحه لو نقلتي ليفاندوفسكي ونقلتي نيمار ونقلتي الاسماء دي كلها وميسي وغيره الدوري السعودي؟ هل هيبقى فعلا في الروعه اللي احنا عارفينها مقارنه بالدوريات الاوروبيه؟ لا مش هو مضمونه بالظبط، مش مضمونه. وهو مش زي اوروبا، انت مش هتكوني فريق اوروبي من اول وجديد كده. وبيلعب باسم نادي سعودي بالزبط. يعني اكيد هيبقى في عناصر بيطعموا بس بعض العناصر بالظبط كده بالظبط كده. بس فكره الاسماء نفسها، انت لو من 3 4 سنين حد بيهزر كده او مش بيهزر بيتكلم بيقول ان رونالدو ممكن يروح الدوري السعودي، انت هتقول له انت ايه بتهزر؟ يعني هيبقى الموضوع طبعا مش هيجي في خيالك. خلينا بقى نروح على الدوري الالماني، طالما رحنا فرنسا ورحنا انجلترا ورحنا اسبانيا، نخطف رجلنا لالمانيا برضو. والدنيا الى حد كبير نقدر نقول ان هي ولعه بين البايرن وبروسيا دورتموند. اه دي حقيقه. شايفه خواتيم الامور ممكن ترسي على ايه في الحاله دي؟ يعني انا اتمنى طبعا ان بايرن الفتره اللي جايه اموره يقع شويه قبل مباراه سيتي. يعني هو خسر امبارح. يعني جوارديولا بصراحه هو خسر امبارح طبعا باير ليفركوزن، كانت خساره طبعا مفاجاه جدا، ودي اللي خلت دورتموند يعتلي الصداره بشكل مؤقت. هم لسه هيلعبوا مع بعض على فكره في ابريل تقريبا في الجوله هتبقى 26، فهم لسه هيبقى في مباراه ما بينهم. حلو ان هو يبقى في منافسه، ما تبقاش برده ما يبقاش الدوري بالظبط كده، ما يبقاش الدوري الالماني معروف من البدايه بالظبط كده، معروف من البدايه خلاص، معروف ان بايرن هو هيبقى بطل الدوري. فده طبعا هيشعل المنافسه خلال الفتره الجايه ما بين بايرن وما بين دورتموند، وهنشوف بقى. بس هو بشكل عام اخر كام سنه ما اعرفش برضو، ممكن يبقى ده انطباع زائف يعني عندي، بس انا عندي الانطباع ده. فكره ان يعني مثلا كنا بنتكلم من شويه على الدوري الايطالي، طول عمر الدوري الايطالي كل الفرق اللي بتلعب فيه كلها اقوى من بعض يعني للامانه، كذلك فرنسا كذلك انجلترا، ده مش حاصل قوي بقاله كام سنه. يعني بقى في اقطاب معدوده على الايد الواحده، يعني كل دوري تقدري توصلي مثلا لاربع اسماء بالكتير وخلاص، مفروغ من ان هم دول هيوصلوا للمربع الذهبي. ما هو انت بحسب الامكانيات بقى الماديه بتاعتك. يعني انت لما تبقى انا اسمي يوفي مثلا او انا يوفنتوس، تمام، امكانياتي الماديه او التدعيمات بتاعتي اكيد اعلى من انتر مثلا او اكيد اعلى من ميلان، ممكن تكون متقاربه شويه بعكس مثلا يوفنتوس واودينيزي او سامبدوريا مثلا. فالامكانيات الماديه اكيد هي اللي بتحكم، لان هي اللي بتخليك تقدر تجيب لعيبه كويسه، تقدر تخليك تجيب مدرب كويس. فعشان كده اعتقد الامور دي هي اللي بتحسم القصه اللي انت بتتكلم فيها. يعني منا فاضل 3 دقايق، وحابه ان انا بعد ما خلصنا هذا الملف الاوروبي عايزه اتكلم معاكي شويه عن ماتش الاهلي والهلال السوداني. برضو من حكم خبرتك ومتابعتك، انت بتقري ان شاء الله المباراه ازاي، وفي نفس الوقت حضور الجماهير اللي لسه لحد دلوقتي غير مؤكد، بس ممكن ان هو يؤثر بشكل ازاي ايجابي؟
الحضور الجماهيري يعني طبعا طبعا نفسنا نلاقي استاد القاهره انا ممتلئ. نفسي يبقى فول زي ما النادي طبعًا الاهلي عمل طبعا طلب نفسنا يعني. نفسنا طبعا يكون ممتلئ عن 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 اخره. الجمهور بيبقى ليه عاملين طبعا، بيبقى عامل ايجابي نفسي في بالظبط كده، عامل ايجابي دعم حماس هتافات تشجيع، وعامل سلبي، والعامل السلبي مش عايزه اقول ان هو يعني الجمهور هو اللي هيصدر العامل السلبي، ولكن ان معظم لاعبتنا اصلا هي ما قدرتش او ما لعبتش مع الضغط الجماهيري الكبير طبعا بسبب بالظبط كده بسبب صح. الفترات اللي فاتت، لكن تواجد الجماهير بلا شك بلا شك بلا شك لازم لازم بس لازم لما هيلعبوا في وسط يعني ضغط جماهيري من جماهيرهم ضغط لصالحهم ماشي الحال. يعني لو كان الوضع معكوس، اللعيبه بقى لها فتره طويله بتلعب في ظل غياب كامل للجماهير بس بيلعبوا المنافس على ارض المنافس، ما ده اللي حصل في مباراه سان داونز، ده اللي حصل في مباراه سان داونز، الملعب كان ممتلئ عن اخره، جماهير سان داونز كانت طبعا هنا بقى الوضع معكوس بالظبط، فطبعا جماهير سان داونز طبعا كانت عامل سلبي او صدرت ضغط زياده على لعيبه النادي الاهلي تمام. فطبعا زي ما احنا بنقول لا طبعا احنا يعني نفسنا طبعا انه استاد القاهره يبقى ممتلئ عن اخره. مباراه صعبه. مفيش اي اخبار عندك يعني؟ احنا النهارده اتكلمنا ان النادي الاهلي عمل طلب، انا بسالك محاوله في ان انا اخد اي خبر يعني. لحد دلوقتي لسه مفيش رسم، مفيش حاجه مؤكده لحد دلوقتي، لسه مفيش رسم، بس في يعني اعتقد فكره ان يبقى ممتلئ عن اخره دي هيبقى فيها المفروض يعني تاكيدا وترسيخا لفكره او لمبدا تكافؤ الفرص، يبقى ما يبقاش في شك في الموافقه. هي مالهاش علاقه بتكافؤ الفرص، هي ليها علاقه بشق امني اكتر بالظبط، هي شق امني اكتر يعني، الموضوع داخليا ملوش علاقه بتكافؤ الفرص يعني هو حتى احنا سمعنا بعض الكلام يعني ان معلش يعني فسر لنا كده الشق الامني بمعنى ايه؟ امني عندنا احنا امن داخلي يعني يعني المشكله فين في الشق الامني؟ إيه انه احنا ما عندناش يا كريم، ما دخلناش جماهير بساعه كامله، بقالنا فتره طويله جدا يعني، حتى احنا في مباريات الدوري احنا 6000 بس، ثلاثة لكل فريق. كل فترة بيزيد، ما هي زادت، ما هي مؤخرا بس وصلنا لحد 6، ثلاثة لكل فريق، فاحنا ما عندناش، ما بنلعبش بساعة جماهيرية كاملة، احنا بقالنا كتير في الوضع ده، فممكن نوصل لحتى 20 يعني، ممكن نوصل لحد 20,000 بس ساعة جماهيرية كاملة دي يعني نتمنى طبعا، نتمنى ان ده يحصل يعني. مباراة طبعا هتبقى صعبة جدا جدا من كل الجوانب، ما قدامناش حل غير الفوز، وبعدين انا بشوف ان القدر ادالنا هديه احنا لازم نستغلها، فالموضوع منتهي، الموضوع منتهي. منى ميرسي جدا بجد، نورتينا كالعاده حقيقي. شكرا ليكي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا كريم، على خير باذن الله، ويسير وجودك معانا. رمضان كريم. وخلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات، ونرجع بقى للفقره الطبيه المسجله مع دكتور باهر السعيد، خليكم معانا.